زوينات، السلام عليكم، كي دايرين؟ بخير، نتمنى تكونوا ديما بخير. اليوم غادي ندير بريوش على شكل الشهدة، وبغيت نشارك معكم الوصفة، نتمنى تعجبكم. كيجي زوين. كيجي زوين وتيجي رطب. غادي ندوزو للمقادير وطريقة التحضير. هادو هما المقادير اللي عندي: كاس اونص ديال الحليب دافي، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال السنيدة، بيضة، صفار بيضة نخليه للتزيين، وبياض البيضة نديروه في العجينة، 500 غرام ديال الدقيق. إلا خصني شي جوج معالقات ولا نقدر نزيدو نقدر لا، المهم هادي 500 غرام. عندي الماء الزهر ندير واحد جوج معالقات صغار، عندي كيس ديال الخميرة ديال الحلوى، وعندي خميرة ديال الخبز غندير منها واحد المعالقة صغيرة، وعندي ساشي ديال الفانيلا وقبسة ملح اختيارية. دابا غادي نعجنو العجينة، ندير الطريقة الأولى. غادي نخوي الحليب، غادي نزيد معلقة صغيرة ديال خميرة الخبز، غادي نزيد واحد شوية السنيدة، وغادي نزيد واحد شوية الطحين. غادي نخلي الخميرة شوية تتفاعل وغادي نعجن. دابا غادي نعجنو العجينة ديالنا، غادي نزيد السنيدة، غادي نزيد الزيت، ونزيد بياض بيضة، نزيد فاني، نزيد خميرة ديال الحلوى، دابا غادي نخلط. البنات قبيله ما نسيت ما وريتكمش، عندي السمسم بيض هو اللي غنزوق به، ما عنديش العقل. غادي نزيد الدقيق، نسيت ما زدتش جوج معالق ديال الماء الزهر، نسيتهم، إيوا دفاتني غير فين، شي مشكل. البنات هاهي العجينة كيفاش كتجي، نتوما تتلصق في اليدين. على فكرة البنات الدقيق راه مدرتوش كامل، هاهو شاط ليا تقريبا واحد 100 غرام. البنات ما الدقيق معمركم تثقوا فيه وتكبوه دقة وحدة. أنا راه مول في هاد هاد المقادير تياخذوا لي 500، بعض المرات كاع تنزيد جوج معلقات الدقيق، ماشي بحال بحال الدقيق. اول مره جبتو عندكم الدقيق والسميده ما تثقوش فيهم، دائما كبوا الدقيق بالتدريج. غندير واحد شويه الزيت باش نجمعها،
دابا غادي نخليها حتى تخمر وعاد باش غادي نشكلها. هنا العجينه ديالنا غادي ندير واحد شويه الزيت وغادي نشكل منها كويرات. البنات اللي عنده هذا المول ديال 28 سنتيم راه كيجيو فيه ما يشاتوش هذوك الكريسات. هاد الكريسات غنديرهم هنا كي دابا غادي نشوفهم. ها هو البرموج ديالنا ولا الشهده كيفاش جات، جات رطبه زوينه. دابا غادي نشوفو قطع واحد الطريف هانتوما كيفاش جات. جات زوينة نتمنى تجربوها وتردو عليا الخبار. انا ديما تنديرها تجيني سهل من اللاطا، تنديرها في المول بالزربة. الا كنتو زربانين في المول حسن، تجي شهداني تزوينه وتحطها هكا صينه لما بغيتيش دير كريسات. نتمنى تابوناو عندي وديروا واحد جيم زوينه بحالكم وواحد التعليق زوين بحالكم. والى وصفه قادمه ان شاء الله. خليت لكم الراحه.